أخبار المحافظات من محافظة الشرقية اللي تم فيها توزيع 1250 كيلو دواجن مجمدة على الأسر المستحقة، وده ضمن مشروع سكوك الإطعام. في المنوفية تم الإعلان عن أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بشبين الكوم متلة تتخطى 56 مليون جنيه. كمان في مطروح تم انطلاق احتفالية برنامج أهل مصر بمشاركة أبناء المحافظات الحدودية. وفي البحر الأحمر وصلت نسب الإشغال بفنادق الغردقة 80% بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية وزعت مديرية الأوقاف 1250 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين من أبناء المحافظة ضمن مشروع سكوك الإطعام بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة، طبقاً لقواعد بيانات المستحقين من محدود الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم. في المنوفية أكدت المحافظة أن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركزي ومدينتي تلا وشبين الكوم بتزيد على 56 مليون جنيه للعام المالي 2023-2024 موزعة على 4 قطاعات، هي الطرق والنقل، الكهرباء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة. وشهدت المنوفية طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية اللي بتضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة التي تمس حياة المواطنين. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التموين أنه تم استلام 133,723 طن و500 كيلو من القمح ب 25 موقع، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات. في القليوبية أكدت المحافظة أنه إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بلغت 4791 مشروع بإجمالي تكلفة 838 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة اللي ساعدت في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. في الإسماعيلية نشرت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية عيادات متنقلة بمحيط الكنائس والشواطئ والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، وتم التنسيق مع الإدارات الصحية على توزيع انتشار الفرق الطبية بأماكن التجمعات بحسب خطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم بمحافظة الإسماعيلية، واللي بدأت من الجمعة 3 مايو حتى انتهاء فترة الأعياد لتقديم الخدمة الطبية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية. في مطروح شهدت المحافظة انطلاق احتفالية استقبال أبناء المحافظات الحدودية المشاركين في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر اللي بتستضيف محافظة مطروح في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظات الحدودية وحضورهم الأنشطة والفعاليات الكبرى اللي بتنفذ من أجلهم. في البحر الأحمر بتشهد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة بالإضافة للفنادق والمنتجعات السياحية إقبال كبير من المواطنين بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، ووصلت نسب الإشغال بالفنادق ل 80% من الغرف المتوفرة لديها.